حكمتين احفظهما في هذه الحياة الدنيا، وأنت في قمة الغضب لا تتخذ قرار، وأنت في قمة السعادة لا تعطي وعد. إذا نصحتني على انفراد فقد نصحتني، وإذا نصحتني أمام الناس فقد فضحتني. لا تبكي على وسادتك فلن تغير من الأمر شيء، قم وابكي على سجادتك وسيرزقك الله من حيث لا تحتسب. تنفس بلا إله إلا الله.